الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من المشهد التونسي. طبعا هدوء حذر في تونس، لكن الجبهة الاجتماعية ما زالت تعيش حالة غليان. انقشع غبار الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي، لكن أسئلة كثيرة ما زالت غامضة ومحل جدل بين من يعتبر هذه الاحتجاجات مؤامرة تستهدف تونس وهي تحتفي بالذكرى الخامسة لاندلاع أولى ثورات الربيع العربي، وبين من يعتبرها عفوية تململا اجتماعيا وتراكمات فشل سياسي في القضاء على نقاط الظل وبؤر التهميش في كثير من المناطق التونسية وخاصة في عمق البلاد. فهل تعيد احتجاجات تونس صياغة المشهد السياسي التونسي؟ وهل تنجح الإجراءات الحكومية الأخيرة من وعود تنموية وحظر للتجوال في كبح الاحتجاجات مستقبلا؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف الأستاذ راشد الخياري، مدير موقع الصدى عبر خدمة سكايب من تونس. وأنبه مشاهدينا إلى أننا سنفتح الخطوط قبل نهاية الحصة للإدلاء بآرائهم. أبدأ معك الأستاذ خياري، لو تضعنا في الصورة فقط، هل فعلا هدأت الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد على مدى أيام، أم أن هذا الهدوء ربما يعبر أو يمهد لاحتجاجات أخرى؟ وهل أيضا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إجراءات أمنية ووعود اقتصادية وتنموية، هي من ساهمت في تهدئة الشارع؟ نعم، كما كنتم تذكرون أستاذ، حاليا يعني هدأت الأمور بعض الشيء، خاصة بعد فرض حظر التجوال وبعد انتشار عمليات النهب والتخريب وسرقة الممتلكات العامة. ولكن على المستوى البعيد حتما لن تهدأ هذه الاحتجاجات، لا تزال أسباب ثورة 11 و2000 قائمة، بل ازدادت سوءا الأوضاع في الجهات الداخلية. لو تذهب إلى الجهات الداخلية، إلى القصرين، إلى سيدي بوزيد، إلى قفصة، إلى الجنوب التونسي، لا وجود هناك لأي مظاهر الحياة العصرية، لا وجود لمستشفيات، لا جامعات، لا مدارس، لا أي شيء. أصلا الاحتجاجات قامت بعد أن تم هضم حق فتى صغير، حقه في دراجة هوائية لا تزيد قيمته عن 50 دولار، فقط لأن المسؤول المحلي هناك كان فاسدا، كان من المنظومة القديمة، فاندلعت الثورات، فاندلعت عفوا هذه الاحتجاجات. يعني أسباب الثورة الظلم، الفساد، الرشوة، الإحساس بالضيم. في تونس هناك مناطق ساحلية يعني الحياة فيها مقبولة نوعا ما، ولكن للأسف الشديد نحو 75% من أراضي الجمهورية التونسية هي يمكن أن نسميها بصحراء قاحلة، لا مظاهر حياة يستحق الإنسان أن يحيا فيها. كنا ذهبنا إلى بيت الشهيد راعي الأغنام الذي تم ذبحه قبل أشهر في جبال سيدي بوزيد. يعني هناك البؤس، هناك مشاريع إرهابيين، يعني تلك الجهات كل شبابها 70% من شبابها هم مشاريع إرهابيين. هناك اليأس، هناك انتشار لحالات الانتحار، يعني الوضع للأسف الشديد مأساوي. أما عن إجراءات الحكومة التونسية فللأسف الشديد مضحكة. بعد أزمة القصرين خرج علينا الناطق باسم الحكومة التونسية قائلا وفرنا أو سنوفر 5000 موطن شغل عاجلة في القصرين. بعد ذلك يخرج وزير المالية ليقول إن هذا خطأ اتصالي من الناطق الرسمي للحكومة التونسية. يعني هذه الحكومة ذكرتها يوم أمس أنها تمارس السياسة الرعوانية أو السياسة الارتجالية، لا برامج لها، لا شيء، لا أشياء يعني إيجابية حقيقة لهذه الحكومة في الأفق القادم، لا تملك أي رؤية واضحة. لذلك أنا أتوقع شخصيا يعني انهيارها وسقوطها في القريب العاجل، لأنها لم تنجح في معالجة أي مطلب اجتماعي واحد، بل استعملت سياسة الهروب إلى الأمام، إلى الوراء عفوا. نعم، ربما هذا الرأي معبر عنه وهو موجود بكثرة في تونس، على أن هذه الاحتجاجات اجتماعية ونتيجة للقهر الذي تعاني منه كثير من المناطق التونسية. ولكن هناك رأي آخر، من يقول أن هناك مؤامرة، هناك ربما أطراف معينة لا ترضيها الحالة التي تعيشها تونس، وهي من ربما حركت الجبهة الاجتماعية. هذا الموقف معبر عنه أيضا حتى في هرم السلطة. نتابع هذا التصريح ثم نعود للنقاش. الوقع هو كونه في بعد انطلاق هذه المسيرات دخلت الأيادي الخبيثة
وهيجت الأوضاع ونعلم هالناس هذوما أن راهم كلهم معروفين ومسجلين ومعروفين شنية انتماءاتهم وأن هي انتماءاتهم الحزبية سواء كان الأحزاب المرخص لها أو الأحزاب اللي محجرة العمل. أما اليوم احنا نتظاهروا في النهار والقيلة نتظاهر بوجوه مكشوفة، احنا ما تلثمناش وقت بن علي، خلي مش تلثموا توا وردوا بالنا، لأن البعض ممن يريد التظاهر في الليل إنما بغاية السرقة وبغاية التكسير وبغاية منهى التخريب. لذلك فبالنسبة إلينا موقفنا منها واضح، ندعو شبابنا وشاباتنا وندعو مواطنين ومواطناتنا باش يحافظوا على الطابع السلمي لتحركاتهم. إذن الأستاذ راشد، كما كنت تستمع معنا، المسألة فيها جدل صحيح، هي احتجاجات شعبية ولكن فيها جدل، وهذا الجدل بين من يذهب إلى أن هذه الاحتجاجات حركت لأسباب معينة أو لربما أمور خفية، ولكن هناك من يرى مثل ما ترى أنت أنها اجتماعية بالدرجة الأولى، فكيف يمكن بالفعل تفسير ما تشهده تونس؟ ولماذا لم تندلع هذه الاحتجاجات؟ لأنه نفس التهميش المطبق تقريبا والموجود منذ 5 سنوات، لماذا تندلع في هذه الظروف وفي هذا الوقت بالذات؟ هل هناك يعني حسابات سياسية مثلا؟ القراءة التي تقدمونها إذا فيها جانب من الصحة. صحيح أن هذه الاحتجاجات تحتاج عادة إلى شرارة صغيرة لتشتعل ولتصل إلى الرأي العام الدولي، ولكن رؤيتكم او القراءة الثانية ايضا فيها جانب من الصحة، بمعنى ان هناك اليسار الاستئصالي، هناك الفريق الذي هزم من حزب نداء تونس يسعى جاهدا الى الركوب على هذا الاحداث. ايضا تم اطلاق عمليات التخريب والسرقة وعدم الضرب بيد من حديد على المخربين واللصوص الذين خرجوا ليلا، وكنا نشرنا مشاهد نحن مثلا في موقع صداب حول الشاحنات تنقل هؤلاء اللصوص والمخربين في مدينة القيروان ليقوم بسرقة مثلا القبضات المالية أو تهشيم مؤسسات الدولة. يعني هذا جانب صحيح، ولكن أسباب اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية والغضب الشعبي على في قادم الأيام لا تزال قائمة. صحيح قد يركب عليها طرف سياسي هذا أو ذاك أو يحاول استغلالها طرف يميني أو طرف يساري، ولكن طالما أنه لا تعالج الحكومة التونسية أصل الداء أصل المرض فستتكرر هذه المشاهد في أي وقت وفي أي حين. كنا تابعنا قبل أشهر أحداث الجنوب، أيضا أحداث الفوار، كنا تابعنا الكثير من الاحتجاجات، وهناك أيضا في مدينة الجنب قبل أيام المواطنون بالمئات خرجوا وأغلقوا نقطة لبيع الخمر بالقوة، أرادت الدولة أن تفتحها بالقوة وأغلقها المواطنون بالقوة. يعني هذه طالما أن هناك أسباب الاحتقان الاجتماعي، أسباب الظلم، أسباب الضيم، أنا أؤكد لك أن حالات البؤس والفقر والرشوة والفساد تضاعفت عشرات المرات منذ 2011. صحيح نظام بن علي كان نظاما فاسدا، كان نظاما متجبرا، كان نظاما ديكتاتوريا، ولكن الآن أصبح مئات الترابلسية في تونس، مئات السارقين، مئات الناهبين. هذا الشعب يرى بأم عينه، مثلا قبل أيام شركة كندية تعلن عن اكتشاف منجم ذهب في جندوبة، تخرج علينا الحكومة التونسية ووزارة الصناعة التونسية لتنكر وجود أي ثروات في الشمال الغربي. نعم أستاذ راشد، ابقى معنا لنستمع ربما إلى رأي آخر. ومعنا وجدي الخضراوي، أحد المتحدثين باسم معتصمي ولاية القصرين. الأستاذ وجدي الخضراوي، كيف يمكن أن تقيم هذه الاحتجاجات؟ هل هي وليدة لاحتقان اجتماعي بالفعل، أم أن هناك أطراف سياسية ربما تريد خدمة أجندات معينة، ربما تريد أيضا الوصول إلى السلطة بطريقة أو بأخرى بعدما فشلت في الوصول إليها بصناديق الاقتراع، ربما تعيد حسابات المشهد السياسي التونسي، ومن خلال هذه الحسابات ومن خلال هذه الأحداث تستطيع بالفعل تحقيق ما عجزت عنه ربما في الانتخابات؟ لا، الاحتجاجات التي تقام في القصرين هي احتجاجات شعبية، يعني إلى حد هذه اللحظة لم تتدخل فيها ولن نترك أي طرف سياسي يكون هو جزء فاعل في هذه الاحتجاجات، لأن الأطراف السياسية كلها يعني هي مشكلتها السلطة، ونحن لسنا هنا من أجل السلطة، نحن هنا من أجل حق المواطن في الكرامة، حقه في الحياة وحقه بالتشريع بالأساس، فهمتني؟
يعني حق المواطن في التشغيل، ولكي نقول بأن المواطن القسريني لهنا يعاني من تهميش منذ سنوات. ونعم أخي. نعم، هل الاعتصام المستمر حاليا في ولاية القصرين هل ما زال يلقى نفس الزخم؟ هل ما زال ينضم إليه معتصمين ومحتجين آخرين؟ وهل هذا الاعتصام سيستمر كما تريدون حتى تحقيق هذه المطالب؟ وهذه المطالب كما نعرف أنه من الصعب تحقيقها نظرا أيضا الأوضاع التي تعيشها تونس، أوضاع اقتصادية في الحقيقة لا تستطيع الحكومة تلبيتها كما يقول الكثيرون من أعضاء هذه الحكومة. متيقنين بأننا لن يعني نخرج منه إلا بنتيجة نهائية، نتيجة حل جذري لمشاكلنا. الحل الجذري ماذا به؟ الحل الجذري لن يكون إلا بالتشغيل، التشغيل من حق هذه المنطقة. منطقة القصرين أخي الكريم يوجد بها حوالي أكثر من 34 ألف عاطل على العمل من أصحاب الشهائد أو غيرهم. هذا الاعتصام أخي الكريم إلى حد هذه اللحظة هناك عدد كبير يتوافد علينا، يعني كل ساعة عدد من المواطنين. تنظر منذ قليل كان المكان الذي وراءنا كان يعني لا يوجد به أي شخص، الآن أنظر يعني المعتصمين أكثر، أصبحنا نتحدث ولا نستطيع أن نستمع جيدا لأنه عددهم فات المنتظر. الآن داخل القاعة فقط يوجد ما بين 800 إلى 1000 معتصم، فما بالك بالذين خارج القاعة أخي الكريم. ولكن ألا ترون أن الإجراءات الأمنية المتخذة ومن بينها بطبيعة الحال تكثيف الوجود الأمني أولا وثانيا حظر التجوال، ألا تعتقدون أنها ستحد من هذا الاعتصام من هذا النشاط وتلجأ الحكومة في النهاية إلى الحل الأمني بدل الحل التنموي، لأنها لا تستطيع برأي خبراء كثيرين أن تلبي كل مطالب المناطق المهمشة في تونس؟ أخي الكريم، لا يوجد حل يرضي شباب القصرين ومواطنيها يعني قبل حل التشغيل. لا، في القصرين هنا يعلم الجميع أنه لا يخيفهم يعني رصاص الأمن ولا يخيفهم قمع الأمن ولا عصا دكتاتورية، لأنهم شعب إذا أراد الحياة سيموت من أجل الحياة، إما أن يحيا حياة كريمة، حياة يعني رغدة، حياة يحس بأنه إنسان كائن له حقوق المواطنة أن يتمكن منها، أما لا، إذا أراد أن يحيا يجب أن يحيا إما الموت. هناك شعار في ولاية القصرين يقول يعني بلغتنا الدارجة ينعيش عيشة فل ينموت الناس الكل. لأن نحن حابين نقوله يعني الأمن أو كل الأسلحة التي ستستعملها الدولة قبل سلاح المفاوضات وسلاح أخذ يعني إعطائنا حقوقنا لن يجدي نفعا، فمن إن مات فرد نقبل بأن يموت ألف من أجل أن يحيا فرد. طيب ابقى معنا ونعود إلى راشد، الأستاذ راشد الخياري. طبعا ربما أستاذ راشد استمعت إلى تصريحات من قلب الاعتصام ولاية القصرين، هم مصممون على ما يبدو على اعتصامهم من أجل تحقيق مطالبهم، وهي مطالب كثير من المناطق المهمشة في تونس. تونس التي تعيش وضع اقتصادي ربما خطير جدا بعد ضرب عصب الاقتصاد التونسي وهو السياحة، لا تستطيع كما يقول خبراء أي حكومة مهما كانت درجة شفافية هذه الحكومة ومهما كانت جديتها تحقيق هذه المطالب هكذا دفعة واحدة. الحكومة ليست لديها زر تضغط عليه لتحل مشكلة البطالة في تونس مثلا. لا، هذا الكلام أنت تدرك أخي الكريم أن الحكومات والدول العربية هي نخلها الفساد. أنا أعطيك مثلا بعض الأرقام. مثلا في سنة 2015 4 مليارات هي التقييمات حول الرقم المفزع للرشوة في تونس. هناك التهرب الضريبي في تونس، هناك قانون أعده الباجي قايد السبسي مثلا ليعفو على 100 أو 160 من رجال الأعمال ممن نهبوا المليارات من أموال وقوت الشعب التونسي. هناك الثروات التونسية المنهوبة، هناك سوء التصرف، يعني هناك كمية ضخمة من السرقات للمال العام في تونس. هذا الإشكال. هناك حتى التعيينات في تونس، مثلا المعتمد أو المسؤول المحلي في مدينة القصرين الذي عينته وزارة الداخلية أو الحكومة التونسية هو الذي تسبب في هذه الاحتجاجات من خلال عمليات التحيل التي أجراها على تلك الدراجات الهوائية التي خصصتها الدولة التونسية للتلاميذ بالقصرين ممن لا يستطيعون السير لثماني كيلومترات وعشر كيلومترات حتى المدرسة في ولاية القصرين. يعني هذه الإشكاليات، هناك فساد كبير، هناك الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تقوم بأخذ قروضات
ورهن البلاد بأموال بمبالغ طائلة وجعل البلاد تحت البنك الدولي. خبرني سيد الكريم، هل استفاد المواطن التونسي مثلا من هذه القروض؟ لم يستفد، بالعكس، بل بالعكس ازداد غلاؤه أرباب الفساد، ازدادت أمواله أرباب الفساد في تونس. لا أحد يجرؤ مثلا على محاسبة كمال الطيب على نهبه المليارات، لا أحد يجرؤ على محاسبة رجال الأعمال الذين نشر البنك المركزي التونسي قائمة بالتفصيل للمبالغ التي نهبوها، وحتى البنك الدولي كان أقر بهذه السرقات في تونس، ولكن لا أحد يجرؤ على استرجاع هذه الأموال. هناك الأموال التونسية المنهوبة من قبل العائلة السابقة الحاكمة في تونس، لم تتحرك الدولة التونسية على المستوى القانوني، حتى سويسرا، حتى البنوك السويسرية قالت لم تتصل بين الحكومة التونسية. يعني هناك حالة فساد عامة في الدولة والحكومة التونسية. هذا الآن ما نعيشه كما تعيشه أيضا بقية الدول العربية، سواء مصر، سواء ليبيا، سواء الجزائر، سواء المغرب. هناك فساد الحكام في المنطقة العربية، احنا ابتلاء أمتنا بحكامنا، هذا هو أكبر داء الآن نعيشه نحن كشعوب عربية وإسلامية. بالمناسبة أنا أحيي شباب القاسين الذين قالوا لن نسمح لأي طرف سياسي بالركوب على هذه الأحداث. هكذا هم شباب تونس، أثبتوا وعيهم الدائم في هذه القضايا المصرية. لا, 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 لا يمكن أن نسمح بالمطلق لأي جهة سياسية أن تستثمر ثورة الشباب. نحن قمنا بثورة شباب سنة 11 و2000، وللأسف الشديد يعني استطاع شيخاني قام بالتطبيع بينهما، بين منظومة الإسلاميين ومنظومة الفساد القديمة التجمع، استطاع الضحك على الشعب التونسي واستطاع تخديره لبعض الوقت. ولكن هذه الاحتجاجات تثبت الآن أن الشباب التونسي قد يصمت بعض الوقت ولكنه لن يصمت على طول الوقت. أستاذ راشد، طيب واضح هذا جدا، وضحت الفكرة. أنتم تتهمون الحكومة أولا بالعجز في استرداد الأموال المنهوبة في وقت بن علي أو في زمن بن علي، وهي أموال تستطيع بالفعل أن تساهم في تخفيف من الأعباء الاجتماعية في تونس، وأيضا تتهمونها بعدم الجدية في محاربة الفساد. لكن رأي خبراء اقتصاديين يقولون أنه حتى ولو تم استرداد الأموال المنهوبة في وقت بن علي وتم القضاء على الفساد والوصول إلى صفر فساد في تونس وشفافية كاملة، حتى هذه الأموال لا تستطيع أن تحل مشكلة تونس. فمشكلة تونس نتحدث عن حلها بأرقام، عن تحرك اقتصادي يجب ضخ ملايير الدولارات وليس فقط بضعة مليارات، من أجل ربما تحريك الجبهة الاجتماعية، ربما من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل هؤلاء الشباب. الحكومة تقول أن الحل موجود لديها وهو في الصبر. نتابع أعزائي المشاهدين تصريحات الحكومة التونسية حول هذا الموضوع. نحب نقوله ونصرح به المواطنين في كل أنحاء الجمهورية أن الوضع الأمني تحسن بكثير، كما قلت هذا بفضل ما قام به جيشنا الوطني ومقام به منها القوات الأمن الداخلي، لكن كذلك بفضل الناس الحكماء. طبعا يتحدث عن حلول أمنية، وكانت تصريحات أخرى يتحدث فيها على أنه يحث فيها التونسيين على الصبر لأن الحكومة ليست لديها عصا سحرية من أجل حل مطالب جميع المناطق المهمشة في تونس. طبعا يعني كنتم تستمعون الى هذا الرجل، يا رئيس الحكومه التونسيه السيد الحبيب السيد، يعني لم يقدم اي 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 بادره امل. حتى خطاب الباجي القائد السبسي هو خطاب يعني يمكن وصفه بالخطاب السياسي البائس، يعني لم يقدم شيئا لتونس، لم يقدم اي امل للشباب، لم يقولوا انهم مثلا سنقر مشاريع عاجله الان لولايه القصيم، لسيدي بوزيد، لقفصه، لكافه هذه الولايات. يعني انا اؤكد لك سيدي ان هؤلاء الذين يحكمون تونس الان لا رؤية سياسية ولا رؤية اقتصادية لهم، لا يملكون أي شيء. أنا أنصحهم بحزم حقائبهم والرحيل. يعني للأسف الشديد كما أؤكد لك الآن، النخبة السياسية تقريبا جميعها هي الآن عليها أن تترك المشعل للشباب الذين قادوا الثورات العربية، للشباب الذين أسقطوا نظام بن علي ونظام مبارك ونظام القذافي ونظام علي عبد الله صالح في اليمن. دائما الشباب يقومون بالكثير، ويأتي هؤلاء النخبة السياسية الذين تخضع حساباتهم للمصالح الحزبية الضيقة ويضيعون 5 سنوات هكذا هدرا على الشعب التونسي. إلى الآن قتلة الشهداء تم إطلاق سراحهم، من عذب وقتل وشرد الشعب التونسي لا أحد الآن تم محاسبتهم، الجميع أحرار الآن. هذا الحس الثوري الجديد الذي عاد بقطع النظر عن الأجندات السياسية التي حاولت الركوب عليها، ولكن أرعب الجميع، بل حتى زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي كنا استمعنا إلى كلمة له تحدث عن الشأن التونسي. يعني الزلزال التونسي
تحرك الدب الثوري التونسي يزعج الجميع في المنطقة العربية ويزعج الغرب. أنا أعطيك معلومة سيدي، لماذا لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين في تونس؟ لأنهم يدركون جيدا أن سقوط أي قطرة دم في تونس الآن ستشعل المنطقة العربية بأكملها. هم أخذوا العبرة جيدا من ثورة 11 و2000، لا يريدون أن يتكرر المشهد الثوري ثانية في تونس، لأن الزلزال هذه المرة لو أسقط المنظومة القديمة في تونس سيسقط كل المنظومات في الدول العربية تباعا، لأن الجميع مدرك الآن أن الشارع قوي، أن الشعب التونسي والشعوب العربية حينما تريد أن تفرض كلمتها على الحكام الفاسدين ستفعل بمشيئة الله تعالى. شكرا على هذه التوضيحات، وابقى معنا بطبيعة الحال. نعود إلى وجدي الخضراوي، أحد ممثلي الاعتصام ولاية القصرين. سيد الخضراوي، أليست حلول أو أليس الصبر والامتناع عن الاحتجاج أيضا من بين الحلول التي تقدمها الحكومة؟ الحكومة تقول نحن نشتغل، نحن نعمل على توفير الوظائف والقضاء على البطالة وتنمية المناطق المهمشة، ولكن في أوضاع مثل هذه تحتجون وتخرج احتجاجات مخربة، وهذا التخريب يعطي إشارات سلبية للمستثمرين الأجانب، وهؤلاء المستثمرين لا يأتون في النهاية إلى تونس، وبالتالي أنتم تساهمون في تخريب مستقبلكم بدل الصبر على الحكومة حتى تلبي احتياجاتكم شيئا فشيئا. أخي الكريم، لو لاحظتم أنه كل تحركاتنا هي سلمية، سلمية بأتم معنى الكلمة، إلى حد هذه اللحظة لم يتم حرق أي إدارة عمومية أو خاصة في القصرين. يعني يقولون لا أصبروا. أخي الكريم، تعلم أننا يعني تقريبا صبرنا منذ ما بعد الاستقلال، منذ العهد البرجيبي والعهد النوفمبري، عهد المخلوع، وبعد الثورة بخمس سنوات إلى حد هذا اللحظة ونحن صابرين. أخي الكريم، يعني نحن صبرنا أجيال ثم أجيال. يعني ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن نصبر جيلا آخر؟ يعني ماذا يريدون؟ ما هو الحل؟ يقولون بأن سنخرب مستقبلنا. لا حبيبي، نحن لو أردنا تخريب مستقبلنا لكنا يعني قمنا بتحركات يعني بطريقة أخرى، لكن نحن الآن طريقة حضارية، اعتصام، مسيرات، كل شيء حضاري سلمي. يعني أخي الكريم، كلهم يعلم بأن سلميتنا هي أساس اعتصامنا وهي أساس الدفاع على حقوقنا. أخي الكريم، نعم. أعود إليك راشد الخياري، استمعت إلى رد المعتصمين في ساحات الاعتصام في ساحة الاعتصام بالقصرين. يعني هل معقول أن الأرقام الاقتصادية واضحة في تونس، إمكانيات تونس أيضا واضحة وهي محدودة، تونس لا تصدر بعض الخضروات، بعض مواد النسيج، وأيضا السياحة تضررت كثيرا، فكيف لحكومة أن تعمل على توفير مناصب العمل وتنمية المناطق المهمشة في ظل وجود هذه الندرة، ندرة في العملة الصعبة وهي المدخل الأساسي لخلق الوظائف ولتنمية الاقتصاد التونسي؟ أيضا الاحتجاجات في الشوارع، عملية التخريب ربما تعطي انطباع على أن تونس غير آمنة، وبالتالي هذا الانطباع ينعكس على الاستثمارات الأجنبية التي ربما لا تأتي إلى تونس في ظل هذا المناخ الأمني غير المستقر، وهذا يؤثر أيضا في النهاية على مستقبل تونس الاقتصادي. قد يكون لهذه الرؤية يعني جانب من الصحة، ولكن أنا أعطيك أرقام أخرى سيد الكريم. أنا أعطيك مثلا أن تونس تصدر الملح التونسي مثلا إلى فرنسا بعقد أمضاه الباي، يعني قبل نظام الاستقلال التونسي، يعني قبل نظام حبيب بورقيبة. أعطيك مثلا أنه ثمن الهكتار من الملح التونسي الذي هو من أجود أنواع الملح في العالم يباع بخمسة فرنكات تونسية، يعني تقريبا بلا شيء، تقريبا بالمجان. هذا العقد أمضاه الباي عام 1947 وهو ينتهي العمل به عام 2029. لا يجرؤ سياسي واحد أو لا يجرؤ مجلس العار، هذا مجلس نواب ولا قبله مجلس تأسيسي، على أن يوثق هذه الاتفاقية. يعني كان وزير الصناعة قبل أيام مثلا قال أوقفنا يعني بعض رخص استغلال النفط التونسي لبعض الشركات الأجنبية ثم تراجع الفور، لأن الجبنة كامن في أعلى رأس السلطة إلى كل مسؤول في السلطة التونسية. لا أحد يستطيع أن يقول الأجنبي كف عن التدخل في ثرواتنا، كف عن نهب ثرواتنا. أنا أعطيتك أرقاما واحدة فقط لنهب مقدرات الشعب التونسي. هناك تونس الآن الخامس مصدر العالم في الفوسفات. تونس لديها يعني إمكانيات، يعني منظومة ضريبية هائلة، يعني معدل
جني الضرائب من قبل الدولة التونسية هو من الأعلى في المنطقة العربية. يعني الدولة التونسية تأخذ قروضات سنوية، شبكة قروض سنوية من البنك الدولي، من البنوك العربية، مبالغ طائلة لا يصل منها شيئا إلى القصرين وسيدي بوزيد، لا يصل شيئا من المطلق. كما قلت لك، أعود لك إلى المربع الأول، المنظومة الحاكمة في تونس هي الوحيدة التي تستفيد من هذه القروض، من هذه من مداخيل الدولة. كل هذه المبالغ الضخمة التي تدخل الخزينة التونسية لن تصل إلى المواطن التونسي البسيط، لأن هناك حاجز الفساد يمنع وصولها إلى الشعب التونسي. حتى لو كانت لنا مقدرات مثل مقدرات السعودية أو قطر أو غيرها أو الجزائر، لن تصل إلى الشعب التونسي. لازلنا نعاني في حاجز منظومة الفساد. هذه المنظومة تمنع التوزيع العادل للثورة بين مختلف جهات الجمهورية. حينما تدخل أو تزور تونس الآن، تجد الشريط الساحلي من بنزرت مثلا إلى جرجيس، هناك مرافق الحياة، ولكن دواخل الجمهورية التونسية 75% من التونسية. ولكن هناك من يقول أن المسؤولية في هذا تنمية المناطق الساحلية وتهميش العمق التونسي هو من مخلفات نظام زين العابدين بن علي، ولم يمضي عليه فترة 5 سنوات فقط، ويجب ربما لتنمية هذه المناطق تحتاج سنوات وسنوات، وربما سكان أو أهالي هذه المناطق نفذ صبرهم وبدأوا يخرجون في احتجاجات، فكيف للحكومة في وقت قصير أن تنمي هذه المناطق؟ الآن كان يتحدث مثلا من القصير، قال لك صبرنا 5 سنوات. اسأله إن كانت هذه الحكومة شغلت مواطنا واحدا في 5 سنوات. اسألهم أهل القصير وأهل سيدي بوزيد وأهل قفصة. كنا قبل أيام في منطقة سيدي بوزيد، ازداد البؤس بؤسا، وازداد الفقر فقرا، وازداد الفقير فقرا، وازداد المريض مرضا، وازداد المحتاج احتياجا. هذه الإشكال سيدي الكريم. يعني كما أشرت لك، هناك البيروقراطية، هناك الفساد، هناك الرشوة. كنتم قبل أيام تحدثتم عن 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 عون أمن وهو يطلب الرشوة لقاء دينارين. يعني هو كما ذكرت لكم، المنظومة الحاكمة في تونس بحاجة إلى ثورة من داخلها. طيب، وضحت الفكرة. ابقى معنا، نستمع أيضا إلى واحدة من المعتصمات في ولاية القصرين ثم نعود للنقاش. من ضمن المعتصمين في مقر الولاية نطالب بالتشغيل، وما هوش باش يتفاضل الاعتصام هذا الا ما يشغلونا. وبالنسبه للقرارات اللي خرجت امبارح نتاع الاليات والحظاير، بالنسبه للمتخرجين المتحصلين على شهادات العليا، رانا رافضينها اطلاقا. وينضم الينا لمناقشه هذا الموضوع ايضا جيلاني الهمامي الناطق باسم حزب العمال. اهلا وسهلا بك استاذ جيلاني الهمامي، مع على الهاتف. نعم، بطبيعة الحال. يعني ربما استمعت إلى بعض النقاش، واستمعت أيضا إلى تدخل أحد المعتصمات وفي ولاية القصرين، معتصمون هناك يقولون أنهم سيستمرون في هذه الاحتجاجات. هل تعتقد أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة بالفعل لاحتقان شعبي، أم ربما هناك أطراف سياسية تريد ربح أوراق معينة ركبت أو حرضت على هذه الاحتجاجات؟ لا، هذه الاعتصامات والاحتجاجات وإضرابات الجوع التي يشنها الشباب في تونس في أكثر من جهة هي في الواقع نتيجة طبيعية للعدد الكبير من العاطلين على العمل، من أصحاب الشهادات ومن غيرهم، والذين ملوا الوعود وظلوا ينتظرون مدة 5 سنوات ولم يحصلوا على حقهم في الشغل. وكنا نحن في الجبهة الشعبية في البرلمان وخارج البرلمان نبهنا أكثر من مرة إلى أن الوضع مهدد بالانفجار نتيجة تصاعد وتفاقم ظاهرة البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر والبؤس وكل أشكال تدهور الخدمات العمومية. وكنا طالبنا من الحكومة أن تتخذ إجراءات مستعجلة، ولكن الحكومة لم تستمع إلى ذلك. ومن حق الشباب هؤلاء في القصرين وفي غيرهم من الجهات من أصحاب الشهادات ومن عموم العاطلين عن العمل أن يحتجوا وأن يطالبوا بحقهم، وللأسف أن الحكومة لا تستمع إلى ذلك. والحكومة دائما وأبدا ما تجنح إلى إجراءات جزئية وإجراءات ظرفية وشكلية لا تفي بالحاجة ولا تغطي هذه الطلبات ولا تحل مشكلة البطالة في تونس. نعم، ابقى معنا، ربما نسأل أيضا المعتصمين في ولاية القصرين عن مطالبهم. طبعا أنتم مصممون على الاعتصام كما تقولون، ما هي حدود صبركم؟ ما هي المطالب التي العاجلة التي تقدمونها للحكومة ربما حتى تفضون هذا الاعتصام؟ هل تسمعني سيد الخضراوي؟
أعتقد لدينا خلل في الاتصال مع المعتصمين مباشرة من القصرين. نعود إليك سيد الهمامي. ربما الكثيرون يعتقدون أن الحكومة التونسية ليست لديها اقتصاديا، أو على الأقل برأي خبراء ليست لديها تلك الإمكانيات لحل مشكلة المناطق المهمشة والبطالة، وبالتالي فإن الاعتصام والتخريب لا لن ينفع. نعود إليك سيد الهمامي. ربما الحكومة التونسية أعتقد أن الحكومة تعول أساسا على التدين من الخارج، ولم تجري الإصلاحات الضرورية في مستوى الجباية وفي مستوى معناها أساليب التصرف بالنسبة لنفقات الدولة، ولذلك الدولة الحكومة ستظل لفترة طويلة أخرى إذا ما استمرت في مثل هذه الاختيارات عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين، وعوض أن تجري الإصلاحات الضرورية. ونحن كنا قدمنا مقترحات في هذا الصدد، طلبنا بضريبة وقتية ظرفية على الثروات الكبرى، وطلبنا بتوقيف تسديد الديون لفترة زمنية محددة، وطلبنا بأن يقع مقاومة الفساد كما يجب مقاومته، وطلبنا أن يقع مقاومة التهريب، ولكن الحكومة لا تقوم بإجراءات ملموسة في هذا الصدد، ولذلك ستظل إلى فترة طويلة أخرى عاجزة عن تلبية الحاجيات. ومن جهة أخرى، عوض أنها تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الطلبات ومثل هذه النصائح ومثل هذه الإجراءات، فإنها تلجأ إلى محاولة اتهام الآخر بمحاولة تحريض. ليس هنالك قوى حرضت على هذه الإضرابات والتحركات والاحتجاجات وإضرابات الجوع. الشباب من تلقاء نفسه قام باعتصامات وباحتجاجات، ومن حقه أن يقوم بذلك لأن الحكومة لم تستمع إليه لفترة طويلة. ولكن كيف تقرؤون ربما خطاب رئيس الجمهورية، الخطاب الذي يتهم الآخر، يتهم أطراف من خلف الستار تحريك هذه الاحتجاجات؟ ألا تعتقدون أن الحكومة تحاول بالفعل التنصل من ربما فشلها اقتصاديا؟ فعلا الحكومة تحاول التنصل، ولكن عموم الشعب اليوم يعي ويدرك جيدا وأن ما قاله رئيس الجمهورية ليس بحقيقة. فهل يصدق أهالي القصرين وأهالي سيدي بوزيد وأهالي سليانة وجندوب وغيرها من الجهات الداخلية حيث توجد معدلات بطالة عالية جدا، هل يصدقون وأن هذه التحركات حركتها هذه خفية ومعنى قوى سياسية أخرى؟ الجميع يعلم وأن ليس هنالك أي قوة سياسية حركت مثل هذه الاحتجاجات، ورئيس الجمهورية عوض أن يخفف من الاحتجاجات ومن الاحتقان ويعترف على الأقل ولو بصورة جزئية بمسؤولية الدولة في ذلك، فجاء ليتهم الآخر. وهذا الخطاب هو خطاب ممجوج، وهو ما من شأنه أن يشعل فتيل الاحتجاجات مجددا. إذن هذه الاحتجاجات اجتماعية بحتة، هي احتجاجات بحتة ولكن اجتماعية بحتة، ولكن ألا تعتقدون أنها ستؤثر على بصورة أو بأخرى على المشهد السياسي في تونس، على التنافس بين الأحزاب، التنافس بين مختلف التيارات في المستقبل القريب، في استحقاقات انتخابية مقبلة مثلا؟ كيف يكون وضع أو مشهد تونس السياسي، كيف تتوقعه أن يكون؟ فعلا مثل هذه الاحتجاجات يمكن أن تلقي بظلالها على المشهد السياسي في تونس، أنتم تعلمون أنه كلما كانت هنالك أزمة إلا واختلفت وتعددت الرؤى والتمشيات لكيفية معالجة مثل هذه الأوضاع. حزب نداء تونس هو الحزب الكبير في تونس، عاش انشقاقات في المدة الأخيرة، والرباعي الحاكم في حد ذاته ليس على اتفاق كبير بخصوص التوجهات الأساسية لكيفية مواجهة هذه الوضع، ولكن حينما تندلع مثل هذه الاحتجاجات في البلاد يتوحدون، ولكن يتوحدون لفترة قصيرة ثم سيعودون مجددا للاختلاف. ونحن بيودنا أن مثل هذه الاحتجاجات تؤثر في المشهد السياسي، فينبغي أن يكون هنالك فرز في تونس، نتمنى أن هذا الفرز يصبح واضح وجلي. القوى التي هي إلى جانب الشعب والقوى التي تعادي الشعب، وبطبيعة الحال نحن نعتقد أنه مثل هذه الأوضاع إذا لن تستجب الحكومة في أقرب الأجال لمثل هذه الإجراءات التي ندين بها ولمثل هذه الطلبات التي تندلع في كل الجهات، فربما سيكون هنالك ضغط من أجل أن يقع تغيير المشهد، وربما تقع حتى دعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
ابقى معنا السيد الهمامي، نأخذ أيضا في هذا الموضوع قراءة الأستاذ راشد الخياري. هل توافق على أنه بالفعل هذه الأحداث الاجتماعية أو الاحتجاجات الاجتماعية سيكون لديها انعكاس أو تلقي بظلالها على المشهد السياسي؟ أكيد، هي كما ذكرت لك هي ألقت بظلالها حتى على المشهد العربي، كان حتى السيسي يعني زعيم الانقلاب في مصر تكلم وأعرب عن انزعاجه بطريقة غير مباشرة من الأحداث في تونس. يعني هذه الأحداث أرعبت الكتل السياسية، الأحزاب السياسية، المنظومة القديمة، أرعبت من يحكم تونس، أرعبت حتى الدول الغربية، وأعطيت الأوامر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين تجنبا لحدوث ثورة ثانية قد تأكل الأخضر واليابس في تونس وتهدد الجنوب الأوروبي بأكمله. يعني العالم كله الذي يخشى من ثورات الشعوب العربية ومن تحرر الشعوب العربية حتما أزعجته هذه الاحتجاجات. هذا الشباب السلمي كما أشار لك الأخ الذي يتكلم من القصيب، هذا الشباب الذي يخرج بصدور عالية. نحن لا نتحدث عن اللصوص المخربين الذين يتم تحريكهم من جهات أخرى لتشويه هذا الحراك السلمي الاجتماعي العادل. بالمناسبة يعني قبل أشهر أيضا في الفوار حدثت نفس الأحداث، وستتواصل هذه الأحداث تباعا طالما تواصلت أسباب هذه الأزمات. على هذه الحكومة إن كانت جدية في منع تكرار هذه الأحداث، وعلى رئيس الدولة إن كان يرغب في الإصلاح الشامل كما أشرنا له أن يتواضع لشعبه أن يقوم بمكافحة الفساد المتفشي في الإدارة التونسية، في مفاصل الدولة التونسية، في نهب المال العمومي، هذه القروض التي تؤخذ كما ذكرت لك لا نعرف إلى أين تذهب، إلى بطون من تذهب، إلى حسابات من تذهب. هذا هو الإشكال الآن. لابد من كسر حاجز منظومة الفساد، لابد من إسقاط منظومة الفساد التي أصبحت جاثمة على الشعب التونسي، التي تحكم الشعب التونسي منذ الاستقلال إلى الآن. للأسف الشديد ظننا بعد ثورة 11 و2000 أن هذه المنظومة الفاسدة ستتكسر وتنفجر، ولكن للأسف الشديد عادت تحكم. حتى رأينا مثلا مستشار بن علي يخرج في الإعلام الرسمي التونسي في أكبر قناة تونسية ويقول أنا أفتخر بالطاغية بن علي. يعني صار هناك نوع من الإهانة للشعب التونسي، صار هناك نوع كما نقول في تونس بالجلتيم على الثورة التونسية، على الشهداء وعلى الجرحى. يعني لابد للجميع، للمشهد الثوري أن يعود إلى نصابه في تونس على كافة أزلام المنظومة القديمة، أن يستحيوا الآن من المساس واستفزاز مشاعر الثوار والشباب الثائر في الجهات التونسية. أيضا على كل الأطراف السياسية الأخرى أن تتجنب المتاجرة والركوب على 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 هذه الأحداث الجارية في تونس. لا مجال لأن يستغل أي طرف سياسي سواء كان من اليمين أو اليسار ثورة هذا الشباب أو تحركات هذا الشباب الذي يطالب الشغل والكرامة. هناك مليون عاطل الآن في تونس من أصحاب الشهائد العليا، ناهيك عن بقية العاطلين من نعم نعم، وضحت الفكرة. ربما الأستاذ جلالي الهمامي واضحة الفكرة بالنسبة لشق واسع من المحتجين في تونس أو حتى الذين يؤيدون هذه الاحتجاجات، ولكن نحن نعرف أنه من عوامل النجاح الاقتصادي في أي دولة وجذب الاستثمارات الأجنبية وبطبيعة الحال الهدوء السياسي والهدوء الأمني. أنت تتحدث الآن عن ربما حتى حالة انقلاب في المشهد السياسي التونسي مستقبلا، فكيف لهذه الحكومة أن تعمل في مثل هذه الأجواء على تلبية مطالب المناطق المهمشة ومطالب البطالين والعاطلين عن العمل؟ يا سيدي، هذه الحكومة تستغل عامل الإرهاب لكي تقايض الشعب في حريته، وشاهدنا ذلك خلال الخريف الماضي عندما جدت أحداث مؤلمة في تونس في باردو وفي سوسة. التجأت الحكومة إلى تهدئة الأجواء ولتخويف الشعب ومطالبة الشعب بالتخلي على جزء من حقوقه، حرية التظاهر وحرية الاحتجاج وحرية الإعلام وحرية الكلمة. واليوم مجددا يريدون مقايضة حق الشعب في أنه يحتج من أجل حقه في العيش الكريم ومن أجل حقه في الشغل بمسألة الإرهاب. قضية الإرهاب هذا معناها قضية حقيقية واقعية، ولكن لم نشهد من الحكومة برنامجا ملموسا متماسكا في مقاومة الإرهاب. وعندما تندلع هذه الأحداث والتي كان الشباب أثناءها هم الذين يحرسون المسيرات والمظاهرات من أعمال التخريب، وهم الذين يمنعون المخربين، وهم الذين يمنعون عناصر السلفية والعناصر المتطرفة من استغلال هذه الأحداث. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقايض حرية الشعب في الدفاع على حقه بمسألة الإرهاب ومسألة الأمن. مسألة الأمن قضية حقيقية، ولكن زاد في نفس الوقت الفقر والبطالة
هي الحواضن الأساسية التي ينتعش فيها الإرهاب، وإذا كان هنالك نية للحكومة لمقاومة الإرهاب لابد من أن تستجيب لطلبات المواطنين. الدولة لديها إمكانيات، ونحن قدمنا مقترحات لكيفية معالجة معضلة الأزمة الاقتصادية في تونس الآن، ولكن هذه الحكومة هي حكومة تسير على الخيارات القديمة التي كانت منتهجة منذ عهد بن علي وطوال الحكومات التي مرت من تونس مدة 5 سنوات الماضية، مستمرة في نفس الطريقة: التدين للخارج، التعويل على إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأمريكان وأوروبا وبلدان الخليج، وفي نفس الوقت ما زالت ترعى الفساد في الإدارة وفي معنى عالم الأعمال وفي المؤسسات، وكل هذه المشاكل هي التي تضعف إمكانيات الدولة في تمويل حاجيات البلاد وحاجيات الاقتصاد. وبطبيعة الحال نحن لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تمضي بلادنا إلى الانهيار، وهذه الحكومة تبيع الكلام ولا شيء غير الكلام للشعب التونسي. شكرا لك سيد جلالي الهمامي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، كما نشكر أيضا راشد الخياري الذي كان معنا على موقع سكايب. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. وطبعا الكلمة الأخيرة للمعتصمين، معتصمي ولاية القصرين، ربما عبر هذا المنبر لديكم مطالب، وعبر هذا المنبر ربما المطالب ستصل أكثر، فما هي مطالبكم بالضبط في حدود ولاية القصرين بطبيعة الحال؟ آخر كلام، نحن طالبنا ولا زلنا نطالب منذ سنوات عدة بأن القصرين من حقها أن تكون يعني ضمن الولايات التي لها أولوية من منظور التشغيل والتنمية. نحن طالبنا بحق شبابنا العاطل والمعطل عن العمل، يعني من حق العمل، طالبنا من حق المدينة في أن تكون ذات أولوية يعني في المشاريع. هم يعني يحاولون تسويفنا منذ يعني منذ بداية التاريخ، يعني منذ من عهد بعث الاستقلال إلى هذه اللحظة هم يعني يماطلون، وهناك تهميش مبرمج على القصرين. لذلك الشباب هنا يريد حل وحيد: تشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل، لأن التشغيل هو أساس الحياة وهو كرامة الإنسان. يعني نحن لما نكون يعني في منظومة التشغيل تبع الدولة ستكون هناك يعني أولويات لنا، منها حماية الوطن، لأنه لا يمكن أن تكون ضمن منظومة حماية وطن وأنت تتمتع بتشغيل آليات هشة وحضائل. هذه الآليات يعني ليست في، لذلك نحن لن نرفض سوى التشغيل، وبعد ذلك سندخل ضمن منظومة الدولة التي نحن إلى الآن لسنا ضمنها. يعني شكرا لكم ولكل المعتصمين معك هناك، شكرا على هذه التصريحات والتوضيحات، ونتمنى أن تتحقق بطبيعة الحال مطالبكم، وما هي مطالب الكثير من الفئات في كثير من الدول العربية. إلى هنا انتهى موعدنا بكم أعزائي المشاهدين، وإلى حلقة جديدة في المشهد التونسي.